نبقى مع الألم والمعاناة، فمن الموت فر إلى ما يشبه الموت في المخيمات البائسة. امرأة نازحة من أطراف مدينة الفلوجة تحكي قصة نزوحها الطويل جراء المعارك المستمرة منذ عامين في محافظة الأنبار. الظروف كليتها مرينا بها، صار علينا هالة مرة النوب اللي قاموا يعني من منطقة لمنطقة يحاولون، لا نقدر يعني عالنار، لا ويانا شايلين حطب تا نركب يعني وجبة جهينا، لا نقدر نروح نجيب مي، لا نقدر نجيب مصرف، يعني حتى يعني فلوس ما ضل عندنا، ما وين نروح؟ ظلينا حاري. بعدين يعني ها صار هالعالم اللي النوازيح قامت تطلع، قلنا احنا بعد علش هي لو نموت لو بالحياة، يعني كرهنا حتى حياتنا، يعني صراحة والله كرهنا حتى حياتنا، قلنا علش احنا لو موتين لو بالحياة ضاول، خلنا نطلع حالنا حال هالعوايل وعلش ايش نسوي؟ هل جابرنا يعني بعوالي بهالليل، يعني خفنا لا خفنا من عبطق علينا لا خفنا من اي شيء، شفناه مأساة يعني صدق يعني شفنا مأساة. اريد يعني ابو العائل احنا هنا قاعدين هسه بصحراء، اريد احد يعني يعاملنا يقف على المساعدات يقف على اي شيء، يعني والله يا رب هي هاي يعني، ويقولون انتم اهل الدواعش، يعني احنا الدواعش يعني شو بنظلنا احنا قياعين وفلح، ما قدرنا نطلع يعني ما عدنا لا شغله لا راتب نطلع بيه، شو نسوي؟ ظلينا جبرنا ظلينا غا، وهالعالم كل من يعني يجي وانتم ودها داعش واللي يجي نمرخه واللي يجي نسوي، بعدين احنا لو احنا ويا داعش نقدر نجي نسلم؟ ما قدرنا نجي نسلم، احنا لا ويا داعش ولا لنا حاجب، يعني قام على اساس ينطونا غذائيه، ينطونا طحين جايف ما ينكال، ينطونا تمن جايف ما ينكال، يحصروني على جنسيه، والله جنسيتك قديمه ما نعطيك اياها. ما ننطق غذائتك يا ابو ليش؟ والله خاف انتم موتين لو بالحياه، يا ابو احنا وين رايحين نموتين بالحياه؟ احنا موجودين من منطقتكم، يعني شو اقول لك؟ شو اسولف لك؟ يعني شفنا مأساة يعني حل هاي السنه حل يعني حل مأساة، شو اسولف لك بيها؟